نشرة الأخبار من قناة الزيتونة ونستهلها بأبرز العناوين. وزارة الصحة تعلن تنظيم يوم مفتوح للتلقيح ضد فيروس كورونا في الثامن من أوت الحالي، كما تعلن انطلاق حملة تلقيح بالوسط المهني بداية من يوم الأربعاء الرابع من نفس الشهر. وكالة التصنيف الائتماني موديز تحذر من تواصل غياب المحكمة الدستورية بما يساهم في تمديد الأزمة وتباطؤ نسق تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي. بعد الاتهامات الصهيونية لإيران باستهداف سفينتها ببحر عمان، طهران تنفي وواشنطن تهدد برد قريب. أسعد الله مساءكم، أهلا بكم لهذا الموعد الإخباري. سيتم تنظيم يوم مفتوح للتلقيح ضد فيروس كورونا في الثامن من أوت الحالي، وذلك لتلقيح أكبر عدد ممكن من التونسيين بالتنسيق بين وزارة الصحة والصحة العسكرية وغرفة العمليات الخاصة بالكوفيد، وذلك وفق ما أكده اليوم وزير الصحة بالنيابة محمد الطرابلسي. في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها عن انطلاق حملة تلقيح بالوسط المهني بداية من يوم الأربعاء الرابع من أوت لتشمل في مرحلة أولى العمال البالغين من العمر 40 سنة فما فوق، وتتواصل لاحقا لتشمل جميع الفئات العمرية. هذا وسيؤمن هذه الحملة في القطاع الخاص أطباء الشغل، أما في القطاع العام فستتم عملية التلقيح عن طريق حملات متنقلة بعد التنسيق مع القطاعات المعنية والإدارات الجهوية للصحة. أشار ممثل منظمة الصحة العالمية في تونس اليوم إلى أن هناك عدة مؤشرات إيجابية تحيل إلى بداية انفراج أزمة كوفيد-19 في تونس رغم تواصل خطورة الوضع بها. ولفت ممثل منظمة الصحة العالمية خلال ندوة صحفية عقدتها المنظمة عبر تقنيات التواصل عن بعد إلى أن انخفاض نسبة التحاليل الإيجابية من 35% إلى 24% خلال الأيام الأخيرة قد يدل على أن طفرة الوباء قد انخفضت، منبها في الآن ذاته إلى أنه لا يمكن الجزم بصحة هذه الفرضية إلا بعد تواصل انخفاض معدل الإصابات خلال الأسابيع القادمة. كما أكد ممثل الصحة العالمية أن تونس تسجل أعلى عدد وفيات في المنطقة العربية والقارة الإفريقية، مشددا على أن الوضع في البلاد لا يزال خطيرا جدا في ظل انتشار متحور دلتا الفتاك والذي تسبب في أكثر من 90% من جميع حالات العدوى المبلغ عنها. وشدد على أن عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية وبطء حملة التلقيح واعتراض عدد من المواطنين عن تلقي التلقيح تشكل أكبر العوائق التي تعاني منها تونس والتي تتسبب في مزيد تفشي وباء كورونا في البلاد. من جانب آخر، قال عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا أمان الله المسعدي إن الوضع الوبائي في تونس لا يزال حرجا ولا يمكن الحديث عن انفراج نسبي رغم تراجع نسبة التحاليل الإيجابية لفيروس كورونا. وأوضح المسعدي أن المعدل الوطني للعدوى بلغ الأسبوع الماضي 800 إصابة جديدة لكل 100,000 ساكن، وهو معدل مرتفع جدا، مضيفا في ذات السياق أنه لا زال في انتظار تأثيرات عيد الإضحى وما رافقه من تجمعات عائلية وغيرها والتي ستبرز خلال الأسبوع القادم، أي بعد مرور 15 يوما وفق تصريحاته. مخاوف كثيرة تطرح اليوم بعد القرارات الاستثنائية لرئيس الجمهورية قيس سعيد وسط دعوات إلى العودة سريعا للمسار الدستوري وحماية مكتسبات التونسيين في مجال الحريات والممارسة الديمقراطية. حالة ترقب تسيطر اليوم على المشهد السياسي من داخل البلاد وخارجها بعد أن بات الرئيس قيس سعيد الحاكم المطلق ورئيسا للسلطة التنفيذية والقضائية والتشريعية وسط دعوات إلى العودة سريعا إلى المسار الدستوري وحماية مكتسبات التونسيين في مجال الحريات والممارسة الديمقراطية. قرار قيس سعيد بتجميد عمل البرلمان لمدة 30 يوماً وإقالة الحكومة ورفع الحصانة عن النواب خلف أصداء متباينة ومخاوف عديدة وأطلق تساؤلات ملحة لا تحتمل الانتظار طويلاً بشأن الخطوة القادمة في ظل غياب الضمانات وخارطة الطريق التي لا تزال ملامحها مجهولة.
هذه الخارطة التي تطالب بها كل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني للخروج من الأزمة، والتي بدونها ستصدق المخاوف نحو المجهول والعودة إلى الوراء. وعلى أخط هذه الأزمة دخل الاتحاد العام التونسي للشغل، حيث قال أنه سيقدم للرئيس سعيد خارطة طريق تتضمن تصورات للجوانب السياسية والاقتصادية والمسائل العاجلة المتعلقة بسد الفراغ الحكومي. فيما يرى مراقبون للشأن السياسي أن الضمانات تتمثل في توفير مناخ استقرار والذهاب مباشرة إلى الملفات الحارقة ومعالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والأزمة الصحية وحماية الحقوق والحريات والحفاظ على المكتسبات الدستورية بشكل يسمح بتبديد المخاوف والالتزام بالدستور، خصوصا فيما يتعلق باحترام الآجال ومبدأ الفصل بين السلطات واستقلاليتها. سيناريوهات عديدة تطرح اليوم ومخاوف متجددة من الخروج على الدستور والشرعية والعودة إلى مربعات الاستبداد في ظل غياب الضمانات وعدم وضوح الرؤية للمرحلة القادمة. فهل سينتهي العمل بالتدابير الاستثنائية بعد انقضاء 30 يوم، أم أننا أمام تدابير استثنائية دائمة ستمهد لجمهورية ثالثة تقوم على الحكم المطلق للفرد وتعيد منظومة الاستبداد من جديد؟ أثارت عملية اعتقال لعدد من السياسيين والمدونين في تونس من قبل قوات الأمن بعد قرارات 25 من جويلية للرئيس قيس سعيد أثارت ردود فعل منددة من قبل المنظمات الحقوقية الدولية، كما وصفها البعض بالانتهاكات والتعسف في تطبيق القانون واستغلالا من أجل تصفية الحسابات. على إثر قرارات الرئيس قيس سعيد والتدابير الاستثنائية التي أعلن عنها وما خلفته من جدل، تتالت عملية اعتقال لعدد من السياسيين والمدونين، حيث اعتقلت قوات الأمن النائب ياسين العياري واختطفته من أمام منزله من دون إبراز أي وثيقة أو إذن قضائي. كما اعتقل النائب ماهر زيد وأصدر قاضي التحقيق العسكري بطاقة جلب بحق رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف، وأخبار عن اختفاء عبد اللطيف العلوي واقتحام منزله حسب ما جاء في تدوينة على الفيسبوك لابنته، وإيقاف النائب عن كتلة ائتلاف الكرامة محمد العفاز بعد اقتحام منزله بصفة وحشية ودون استظهار بأي إذن بالتوقيف حسب تأكيد زوجته. كما حصرت قوات الأمن المحامي مهدي زغروبة بمقر هيئة المحامين بهدف القبض عليها. هذا وحقق القضاء مع 4 من منتسبي حركة النهضة بدعوى ارتكاب أعمال عنف أثناء احتجاجات على قرارات قيس سعيد. ممارسات وصفها بعض المحامين وأسر النواب الموقوفين بالانتهاكات والتعسف في تطبيق القانون، بينما اعتبرها سياسيون استغلالاً من أجل تصفية الحسابات وأدان ما وصفوه باستعراض القوة والترهيب خلال عمليات الإيقاف. هذا وتتالت ردود الأفعال للمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان والمنددة بالاعتقالات، حيث عبرت منظمة العفو الدولي أمنيستي عن قلقها من إيقاف العياري وإدانتها الشديدة لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية ومحاكمة الرأي أيا كانت. كما عبرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا عن قلقها من توقيف النائبين المعارضين، مؤكدة أن تلك الممارسات إشارة سلبية تثير المخاوف من تحول تونس إلى دكتاتورية تقمع حرية الرأي والتعبير وتسعى لفرض الصوت الواحد. وشددت المنظمة على أن إطلاق يد الأجهزة الأمنية وتجاهل خرقها للقانون واستخدام القضاء في ملاحقة نواب المعارضين لقرارات الرئيس لا يمكن أن يكون أبداً حلاً للأزمة في تونس. من جانبها انتقدت مراسلة صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية فيفيانيي المقابلة مع الرئيس قيس سعيد، مؤكدة أن الأخير تعهد بحماية الحريات الصحفية إلا أنه لم يسمح لها بطرح أي سؤال. هيومن رايتس واتش عبرت بدورها عن تخوفها من استخدام قيس سعيد سلطاته غير العادية ضد معارضيه، ودعته إلى حماية حقوق الإنسان لجميع التونسيين وإلغاء الإجراءات القمعية التي اتخذت منذ الإعلان عن تدابير 25 من جويلية. هذا ويعتبر ناشطون تونسيون معارضون لخطوة الرئيس قيس سعيد أن الرئيس ربما يسعى للتمهيد لمرحلة ديكتاتورية جديدة في تونس، ويرون أن ما يزيد من خطورة تلك القرارات هو عدم وجود محكمة دستورية في البلاد منذ إقرار دستور 14 و2000.
وفي سياق متصل، أعلن عدد من المحامين عن تأسيس مجموعة محامين لحماية الحقوق والحريات لرصد الانتهاكات والتجاوزات الماسة بالحقوق الفردية والعامة والتصدي لها بكل الوسائل القانونية والمشروعة. كما نددت المجموعة في بيان لها بالإيقافات العشوائية دون احترام الإجراءات الجزائية المنصوص عليها قانونا، فضلا عن المداهمات الليلية دون احترام لحرمة المسكن ولا لساكنيه، دون الاستظهار بأذون قضائية واستهداف الصحفيين الأجانب والتونسيين. كما استنكرت مجموعة محامون لحماية الحقوق والحريات في بيان لها محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية في خرق واضح للفصل 110 وفق تعبيرها. هذا وحذرت وكالة التصنيف الائتمانية موديز من أن غياب المحكمة الدستورية سيساهم في تمديد الأزمة التي تمر بها تونس حاليا، مما قد يؤدي إلى تباطؤ نسق تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وبالتالي المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. وشددت وكالة موديز في تقرير نشرته اليوم ردا على تجميد رئيس الجمهورية قيس سعيد لأشغال مجلس نواب الشعب وجل الإجراءات الاستثنائية، شددت على أن امتداد الأزمة السياسية من شأن أن يزيد في إرباك المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بخصوص برنامج التمويل الجديد متعدد السنوات التي توقفت بالفعل بسبب الخلافات القائمة مع الحكومة، موضحة أن الخلافات مع تونس تتعلق أساساً بتقليص كتلة أجور الوظيفة العمومية وإعادة هيكلة منظومة الدعم، إضافة إلى دور المؤسسات في الاقتصاد. والآن مشاهدينا الكرام إلى أخبار العالم. نفت اليوم إيران اتهامات الكيان الصهيوني والولايات المتحدة وبريطانيا بضلوعها في الهجوم على نقيلة نفط يديرها الكيان قرب سواحل سلطنة عمان. في الأثناء أكدت وسائل إعلام صهيونية وجود معلومات استخباراتية لدى أجهزة أمن غربية توارد سلاح الجو التابع للحرس الثوري الإيراني. وضمن الردود على ذلك، قال وزير الخارجية الأمريكي إن واشنطن تعمل مع شركائها لبحث الرد المناسب على هذا الحادث قريبا جدا. وفي خبر آخر، توعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المتورطين في حرائق جنوبي البلاد بعقاب شديد، كما تعهد أيضا بتعويض المتضررين. وكانت 6 ولايات جنوبية تركيا أهمها أنطاليا من أكثر المناطق تضررا من موجة الحرائق غير المسبوقة. بهذا نصل إلى نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. وزارة الصحة تعلن تنظيم يوم مفتوح للتلقيح ضد فيروس كورونا في 8 أوت الحالي، كما تعلن انطلاق حملة تلقيح بالوسط المهني بداية من يوم الأربعاء 4 من نفس الشهر. وكالة التصنيف الائتماني موديز تحذر من تواصل غياب المحكمة الدستورية بما يساهم في تمديد الأزمة وتباطؤ نسق تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي. بعد الاتهامات الصهيونية لإيران باستهداف سفينتها ببحر عمان، طهران تنفي وواشنطن تهدد برد قريب. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، تصبحون على خير.